خالد مهران مخرج ومؤلف ومنتج سينمائي وعضو غرفة صناعة السينما، له عدة مشاريع سينمائية وتلفزيونية ومسرحية. كنت بحب القراية جدا، فكنت بقرا القصص بتاعت روايات بتاعت نجيب محفوظ، كنت بقرا الكتب بتاعت مصطفى محمود وبشوف البرامج بتاعته، فانا كان نفسي ان الحاجات دي تتحول لصوره. طبعا كان في حاجات متحوله لصوره اصلا اللي هي الثلاثيه بتاعت نجيب محفوظ والحاجات دي، وكنت بتفرج عليها واقارن ما بين الروايه وما بين الصوره. كنت دايما بتمنى ان انت تعمل بشكل مختلف عن كده، يعني شكل شويه مدي على يعني تكنيك اعلى شويه والكلام ده. فكنت حبيت بقى ان انا ايه، يعني انا ليه ما اعملش انا ده؟ ليه ما بقاش انا اللي اعمل الصوره دي وكده؟ طب ايه الموضوع؟ طب ما اتعلم سينما. فسالت ايه الموضوع السينما ده؟ ايه كنت في اعدادي ساعتها، فايه الموضوع السينما ده؟ وتعلق في مكاتب في وسط البلد هي الخاصه بالسينما. ده طبعا المعلومات الشخص اللي قال لي هو صاحبي يعني. فقلت له طب ما تيجي ننزل كده ونبص، بس قال لي يلا. فنزلنا لقينا مجاميع وكومبارس وحاجات احنا كنا ساعتها ما نعرفش الكلام ده ايه ده. قال لك قلنا هنا في تصوير وكده، قال لك اه في تصوير عايزين تحضروا؟ اه تعالوا بكره في فيلم، في كمال الشناوي وفي المخرج كان اشرف فهمي الله يرحمه، وفي تصوير بقى وحاجات جميله وبتاع، تعالوا احضروا. فرحنا حضرنا، اتفرجت طبعا على الشوت اللي بيتصور ساعتها، انا مش فاهم اي حاجه. طب يا جماعه التصوير ده ايه؟ طب يا جماعه ايه الكاميرا دي؟ طب ايه مش عارف ايه؟ فلقوني ايه؟ قالوا لي وانت عايز تتعلم المجال يعني؟ قلت لهم انا عايز اتعلم المجال. قالوا عايز تمثل؟ فقلت لهم بصراحه مش عايز امثل، عايز اكتب واخرج اللي انا بكتبه ده. فقالوا تمام، في حاجة اسمها معهد العالي للسينما، ده من بعد الثانوي يعني ما ينفعش تخشوا في ثانوي، خشوا من بعد الثانوي وده هو اللي هيخليك مخرج، غير كده ما ينفعش، لأن في حاجة اسمها نقابة وفي حاجة اسمها، فما ينفعش النقابة تخليك إنك أنت تشتغل من غير ما تكون عضو فيها وكده، وده بالمعهد. قلت تمام. في فترة ثانوي كلها بقى كنت بحاول بقى اللي هو بنزل برضو اشوف البرامج، اشوف الافلام، اشوف مش عارف ايه، لدرجة ان كان في برامج اللي هي التلفزيون اماني واغاني والحاجات دي. طلعت كده في مرة برنامج كنا بنتكلم عن حرب اكتوبر، فبعد ما خلصت التصوير يعني كنت انا كانوا بيعملوا معايا لقاء، فكلمت مع المخرج قلت له انا عايز الاخراج ده، عايز اتعلمه وعايز انزل اتدرب معاك وكده. قال لي لا، الاخراج اللي انت بتتكلم فيه سينما غير البرامج. قلت له ازاي؟ مش كله كاميرا وكله بتاع؟ برضه مش فاهم قوي الموضوع. قال لي لا، ده دراما وده بيتعمل ايه، فهمني القصه ماشيه ازاي. فقلت له طب تمام، يعني اعمل ايه؟ قال لي معهد العالي للسينما. قلت له برضه؟ قال لي اه، هو معهد العالي للسينما هو طريقك للخلاص في الموضوع ده. قلت تمام. برضه عملت شويه محولات شويه لغايه ما خلصت ثانوي، رحت اقدم في معهد العالي للسينما. طبعا والدي الله يرحمه كان رافض العمليه شويه، بس والدتي لا، قالت لي عادي روح وشوف الدنيا وكده. وفي الاخر والدي برضه اما سال عرف ان هم بياخدوا 8 بس او كده، قال لي خلاص جرب شوف يعني انت هتروح. رحت قدمت، نجحت في اول اختبار، تاني اختبار، اخر اختبار بقى لقيتهم ايه، سقطوني. حزنت جدا بقى، يعني انت عملك كله راح يعني، فاهم؟ هم بيقولوا ان ده هو الخلاص بتاع الموضوع. طب انا كده يعني حلم اللي انا قاعد احلمه بقى 4 سنين خلاص مفيش. قابلت دكتور هشام ابو النصر الله يرحمه، كان رئيس قسم الاخراج ساعتها، فاتكلمت معاه شويه. قال لي مش كل حاجه المعهد، انت ممكن تتدرب بره، انت ممكن تنزل تساعد اخراج. قلت له ما بيرضوش، بيقولوا لي لازم المعهد، لازم تخش، لازم تدرس. قال لي طب في حاجه اسمها قصر السينما، انت ممكن تتعلم في قصر السينما وتشوف الدنيا ماشيه ازاي وكده. قلت له فين؟ فعرفني. فرحت، اما رحت شفت الجو كده وقلت لا لازم انا هحاول في ان انا اتدرب وكده. رحت قدمت في قصر السينما، فدرس لي بقى دكتور سمير السيف الله يرحمه، استاذ علاء كريم المخرج، عادل مكين المونتير، درست شويه معاهم. بعد كده ايه، بعد ثالث شهر قال لي اعمل مشروع تخرج، فعملت مشروع تخرج. عملت فيلم، انا دايما بحب اعمل حاجه خارج الصندوق، كان فيلم اسمه الليله، فيلم رعب. فساعتها حتى ما كانش في افلام الرعب في مصر قوي منتشر، كان فيلم رعب وكان فانتازيا كده يعني، عملت نص ساعه ونجحت بيه.
اتحركوا. وعملت كليبات كتير جدا وبدات اشتغل في مجال الاعلانات ونجحت في مجال الاعلانات، عملت شركات كبيره يعني ليها اسامي واتشهرت شويه في مجال الاعلانات ده كاسم يعني. بعد ما عملت كده بقى قلت ايه، عايز السينما. حاولت لقيت ان في مسلسل اقرب اللي هو القضية اكس دوت، فبدانا نشتغل عليه فعملنا حلقه، عملت حلقه اخرجتها، كان اول حاجه اعملها يعني. بعد كده جه المنتج قال لي طب عايزين نعمل حاجه مختلفه، عملنا فيلم اسمه كارت ميموري. عملته كان اول اخراج لي بقى، وكان موضوع بص انت بتحقق حلمك يعني، كان موضوع بالنسبه لي يعني هو ده اللي هيخليني بقى ايه اوصل للعالميه اللي انا بحلم بيها من البدايه. عملت الفيلم طبعا، كان معانا طبعا كاست كبير ومحترم، ودكتور عزة أبوعوف، خالد سليم، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رانيا محمود ياسين، سامي مغاوري. انا صورته في 2013 وهو نزل للسينما في اخر 2014. بعد ما خلص الفيلم عملت بقى اوراق النقابه، بقيت عضو عامل في نقابه المباني السينمائيه، فده حلم كان برضو من زمان كنت نفسي احققه. فهنا حسيت ان انا اتخرجت من المعهد يعني، انت لما بتبقى عضو عامل ما انت خلاص انت المعهد العالي للسينما بتخرج بتاخد عضويه عامله، فبتبدا تشتغل فبتبقى واثق في الحكايه. انا هنا بقى لما خدت عضو عامل فخلاص انا هنا دي بدايتي من بعد الفيلم الاولاني. قعدت بقى ايه اشتغل شويه كده، عايز اعمل حاجه جديده، عايز اعمل فكر جديد وكده. فقلت هو احنا ليه ما نخرجش بقى جيل جديد يعني، جيل جديد سينمائي كتير. انا شايف ان احنا بنعمل في السنه ساعتها يعني 2014 35 فيلم، وبعد الثوره طبعا كان في الموضوع قل جدا، كنا قبل الثوره بنعمل 75 فيلم و90 فيلم، وصلنا 90 فيلم، بقينا 35 فيلم واحنا مصر، واحنا عددنا 80 مليون دلوقتي بقينا 100 مليون ازاي يعني، 35 فيلم مش معادلة خالص. فعايز أعمل كمية أفلام كتيرة، فتخيل أنا لو عملت كشركة إنتاج لوحدها عملت 100 فيلم في السنة، ما بالك لو في ال10 شركات التانيين كل واحدة عملت 100 فيلم، هنقدر نوصل للتعداد بتاع أمريكا اللي هو 1800 فيلم في السنة و1900 فيلم في السنة، وإحنا دول كتير سبقتنا. فجت فكرة فيلم 100 دقيقة اللي هو بكورة أعمال ال100 فيلم. عرضته طبعا على كذا شركه الفكره، كان في برضو ايه تخوف، انت بتعمل وجوه جديده، انت هتطلع جيل جديد، ده جميل، احنا كمنتجين نحب ده ان احنا يبقى عندنا دايما وجوه جديده وكده، وعشان اسعار النجوم بتكبر والحاجات دي، فوجوه جديده دي في تخوف شويه يعني. فضلت لغايه ما لقيت شركه وهم اقتنعوا بالفكره جدا، قال لي خلاص نبدا نشتغل على اول فيلم. طب ايه الفكره؟ الفكره ان احنا ما بنعملش عشان هو فيلم وجوه جديده يبقى الفيلم مش مكلف، لا احنا نعمل الفيلم بكاميرا سينما واعلى كاميرا سينما موجوده. بنعمل التكنيك يبقى سينمائي بحت، الفيلم يتعرض في السينما، الناس تخدم عليهم جامد جدا، عشان احنا كاني بعمل فيلم النجم، ما هو انت برضو يعني هو الفيلم ايه؟ الفيلم صناعه. فانت بتصنع الموضوع مش عشان خاطر النجم يبقى فيلم حلو، مفيش نجم تعمل فيلم اي كلام. فهي دي كانت فكره الموضوع. خلصنا 100 دقيقه، ده اول فيلم في الحكايه يعني. المفروض ان الشباب اللي بيمثلوا في 100 دقيقه هيطلعوا من 100 دقيقه يعملوا 5 افلام، بحيث ان هم اتعرفوا الخمس افلام التانيين بشباب تانيين وهكذا. ده فكره الموضوع. كل ما واحد فيكم هيموت هيصعب الحل على الباقي. هو فاكر نفسه ايه؟ ايه حسبنا؟ انا لازم اعيش وانا مش مستعد اموت هنا. مين ما انت؟ عايزين مني انا ما اعرفكوش. كل واحد عمل حاجه وحشه يا رجل. انت جيت في وليدك ايه؟ اللي يقرب منه يتحرق. مدتها 10 دقايق. عملت فيلم 100 دقيقه خلص في 2017 يعني، هو كان اول 2017. بعد كده وانا في الغردقه بقى صادفت، كان واحد صديقي اسمه عماد السباعي قاعد معايا، فبيقول لي انا مراتي روسيه وروائيه كاتبه كتب كتير في روسيا، ومنهم فيلم اسمه ابتسم انت في مصر، وهي بتحب مصر قوي بما انها جت عاشت في مصر من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي واشتغلت في مصر وحبت المصريين، فكتبت عن مصر والكتب دي بتتباع في روسيا وباللغه الروسيه.
فشدني بقى الموضوع قوي. يعني هنا انت ايه عارف انت في حلم بدا يشتغل جوه فاهم. قلت له طب روايه يعني فيلم يعني؟ قال لا روايه مقريه. قلت له طب انا عايز نسخه من الروايه. انا مش فاهم منها حاجه دي كلها بالروسي. قلت له انا عايز نسخه وخلاص. فاداني النسخه فعلا وما فهمتش منها اي حاجه كلها طبعا روايه بالروسي. قلت له طب انا عايز ملخص يعني ايه بالعربي كده فهمني القصه بتاعتك ايه. فحكى لي القصه بتاعت الروايه. قلت له ازاي يعني كاتبه روسيه كاتبه عن مصر وبتتباع في مصر وانت بتقول ان في مبيعات عاليه هناك في الروايه في روسيا واحنا هنا ما نعرفش عنها حاجه؟ قلت له الموضوع ده لازم ياخد شكل تاني، لازم ياخد نعمله سينما، فيلم سينما. قال لي طب نقعد معاها ونشوف. فهي لينا سربريكوفا دي اللي هي الكاتبه، قعدت معاها اتكلمنا ما نعمل ده فيلم. قلت صعب قوي فيلم يعني تعمل روايه فيلم انتاج وتكاليف ومين هيوافق ومين هيعمل؟ قلت لها نحاول يعني احنا بنعمل حاجه ده هيبقى حاجه عالميه، احنا بنعمل حاجه ما بين مصر وروسيا ولاول مره من بعد يوسف شاهين ما عمل التجربه بتاعت الناس والنيل. ويمكن كمان يوسف شاهين كان يعني كان عامل حاجه تخص السد العالي وحاجه ايه حاجه شركه مش روسيه كانت معاه، يعني هو كان عامل الموضوع مش مجهوده الشخصي، هو كان عايز يعمل حاجه للوطن والمصر السد العالي والحاجات. احنا هنا بنعمل موضوع مختلف، ده احنا بنعمل عن التفكك الاتحاد السوفيتي، يعني مصر بتتكلم عن قضيه حصلت في روسيا. في الاخر ايه عملوا السيناريو مع بعض. قريت الفيلم، قعدنا عملنا شويه تعديلات، اشتغلنا عليه في 2018 كتير يعني. بدأنا نعرضه على شركات الإنتاج. شركات إنتاج كبيرة بقى بدأنا نروح ناس أسامي يعني. طبعًا كان في تخوف جدًا من إنتاج الفيلم. يعني فيلم روسي مصري وهيتذاع في روسيا ولا في مصر ده ممكن ما يجيبش فلوس وهيصرف عليه كتير وصعب ومش صعب وكده. فصدفة وإحنا شغال على الموضوع إن الدولة هنا بتعمل المفاعل النووي في الضبعة والروس هم اللي مساعديننا فيه. يعني في علاقات روسيه مصريه بقت قويه جدا. وسموا 2018 سموه عام الثقافه ما بين مصر وروسيا. فطبعا قلت لا احنا لازم نشتغل على الفيلم بقلب جامد، يعني ازاي ما احنا لازم نساعد احنا كمان. والسينما انت بتعمل سينما التاريخ، يعني انت بتعمل الحضاره اللي جايه، انت بتنقل لهم الحضاره بتاعتنا دي بعد ما نموت ب 100 سنه هتلاقي الناس تتفرج على ده. فعايزين ننقل الحكايه، يعني نقول ان مصر برضو كانت شايفه الجانب الروسي عامل ازاي وشايفه قضيه التفكك الاتحاد السوفيتي عامل ازاي والكلام ده. اقتنع قوي بالفكره يعني بما انه كان منتج دكتور محمد الشريف، فهو في دماغه حته العالميه، فاهم العالميه ماشيه ازاي وفاهم الموضوع عامل ازاي. فلما قلت له الفكره قال لي طبعا طبعا نقف جنب بلدنا دي اول حاجه، تاني حاجه انت بتفكر زي بالظبط، انا عايز اوصل للعالميه انا كمان. نقعد نشوف السيناريو، قعدنا على السيناريو وكلمني قال لي خلاص انا هصرف على السيناريو ده زي ما يكون ونشوف نعمل ايه. ساعتها كان في استاذ محمود ادريس والنائب احمد ادريس بتاع الاقصر، اتكلمت معاهم هم اصدقائي، فاتكلمت معاهم قلت لهم احنا بنعمل فيلم وعايزين السياحه ومش السياحه. عملوا لي ميعاد مع وزير السياحه وقعدت انا والدكتور محمد شريف معاه ساعتها. والراجل بصراحه اول ما سمع روسيا في الموضوع قال لك اللي انتوا عايزينه انا معاكم فيه، يعني عايزين فنادق عايزين طيارات عايزين شوفوا انا معاكم فيه، انا عايز اساعد في الفيلم ده كويس جدا. التجربه جديده، فكره جديده، انت بتتكلم عن روسيا يعني دوله خلاص بقت في بيننا وبينها علاقات قويه جدا. فيلا نشتغل. قلت لهم يلا تمام. فروحنا وهم هناك بصراحه في روسيا ساعدونا جدا، يعني حتى في التاشيرات في الحاجات في التصاريح بتاعت التصوير. رحنا قعدنا مع الشركه هناك اتكلمنا معاهم قلنا لهم احنا بنعمل تجربه يعني مصريه روسيه وعن التفكك الاتحاد السوفيتي واحنا فاكرين طبعا انتوا فيلم الناس والنيل ومش عارف ايه. طبعا هم هناك الجيل الجديد ما شافش الفيلم يعني ما شافش الناس والنيل وكده، قالوا بس احنا نفتكر السد العالي ان احنا بقى يعني اشتغلنا معاكم فيه. فقلت لهم طب جميل قوي، احنا بقى بنعيد الموضوع، احنا بنعيد العلاقات دي ما بيننا وبين بعض هنا. تمام تمام. عملنا الكاستنج، جبنا ممثلات من روسيا لان كان ده الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نجيب ممثلات نجوم معروفه في روسيا ونجيب ناس طبعا معروفه هنا. قعدت معاهم طبعا هما بيتكلموا روسي، قعدنا جبنا عن طريق المترجم طبعا بدانا نعمل بروفات نشرح لهم الفكره ندرب على الحكايه. قلنا لهم انتوا هتصوروا هنا وفي مصر، هما كانوا متخوفين شويه من مصر انه اول مره كان فيهم ثلاثه اول مره يجوا مصر.
فقال لك طب مصر عامله ازاي؟ طب احنا نسمع عنها طبعا الجانب الروسي عندنا لما بيجي في البحر والحاجات وبتاع، فاحنا ما رحناش يعني. هم كانوا ممثلات على طول بقى انت عارف فرنسا، وفي واحده كانت عامله افلام في هوليوود، فقال احنا يعني قولوا لنا. فقلنا لهم الموضوع امان جدا ومصر جميله وهتشوفوا والكلام ده كله. شوف التخوف ده كله، عايز اقول لك صورنا جزء في روسيا طبعا، وجينا مصر وبعدين ايه حجزنا لهم عشان يجوا. لما جم صوروا في مصر ما كانوش عايزين يسافروا، اليوم اللي سافروا فيه كانوا بيعيطوا، وده متصور فيديو يعني حتى موجود يعني عارف انت. حتى منذر ريحنا البطل في الفيلم قال لي بص ده بيعيطوا، ده المشهد ده لازم يتحط في الفيلم. قلت له طبعا مش هنقدر نحطه في الفيلم لان احنا عاملين في التسعينات، احنا الفيلم في فتره التسعينات. فقلت له بس ده جميل، ده المفروض نعمل بيه دعايه، وعملنا بيه دعايه فعلا. عايز اقول لك ان لما رحنا بقى روسيا كان يقول لك ايه، انتوا بتعملوا فيلم روسي انتوا مصريين؟ اه طب تمام، انتوا ايه اللي محتاجينه؟ قلت لهم عايز اصور في المطار. انت متخيل انك انت دخلت مطار موسكو وعايز تشيل الشاشات الالكترونيه الجديده عشان تحط الشاشات القديمه، انت متخيل ده؟ والمطار زحمه 24 ساعه، وبقول لهم انا معلش انا عايز اعمل المطار بالشكل القديم عشان اعمل لكم فيلم. احنا بنعمل فيلم. اتنقلت الصاله لصاله ثانيه واتشالت الشاشات واتحط الكروما واتحط الشاشات القديمه واتحط، ساعدونا بشكل غريب يعني ما كنتش متخيل كده يعني فاهم. صورنا المشاهد طبعا بتاعه المطار والحمد لله طلعت كويسه جدا، وعملنا كاستنج كمان على الناس والملابس القديمه، ورحنا جبناها هناك من حتت زي سوق الجمعه عندنا والحاجات دي هناك في موسكو، ورحنا نزلنا نشتري الحاجات دي، وهم بقوا مبسوطين جدا ان هم بيشتروا الحاجات دي معانا الكاست. يعني عايز اقول لك ان انا مخرج مصري هناك في روسيا، مدير تصوير روسي، الكتابه الروسيه، المكان روسي، الناس الكاست كله روسي، حتى الناس يعني اللي هي اللي اشتغلت مع النجمات جم معاها من هناك. فاشتغلنا وعملنا الاحداث بعد، وانا بصور كانوا هم باصين يعني. حتى مدير التصوير جه بيقول لي انا الفتره دي ما شفتهاش حقيقه في التسعينات، لكن انا دلوقتي شايفها قدامي، شايف الناس فعلا بملابسها، شايف الحاله اللي كان فيها البلد ساعتها في التفكك الاتحاد السوفيتي وكده. لما بدات اشتغل معاهم يعني منذر احنا اول ما قلنا له احنا بنعمل فيلم مصري روسي وعشان وطنيه وبتاع، قال لك انا اشتغل من غير فلوس. اه ده مصر، انا بحب مصر جدا، انتوا ما تعرفوش مصر من البلد دي، هو اردني احنا عارفين طبعا. ياسر التوبجي، الناس رحبت جدا بالتجربه وبالفكره، وكان في علاقات جوه التصوير. انا كنت على فكره مستصعب الموضوع جدا ان انا بتكلم مع ناس روسي وان دول بيتعاملوا مع دول، بس حصل اللي احنا مش متخيلينه، تالفوا مع بعض جدا وبقوا يهزروا، وضيع بنات اتكلمت مصر، احنا علمناهم يتكلموا مصر. دي قصه حقيقيه على فكره يعني، الروايه دي قصه حقيقيه، والاربع بنات موجودين في مصر، موجودين وعايشين كبار ومتجوزين دلوقتي يعني، وقعدنا معاهم طبعا قبل الفيلم. فالمهم هم عايزين يجوا مصر يشتغلوا في الفن، فجم في مصر اشتغلوا في الفن، وكانوا متخوفين جدا برضو ان هم ما يعرفوش حاجه في مصر وكده. لما نجحوا في مصر قرروا ان هم يقعدوا هنا، حتى بعد ما روسيا استعادت قوتها تاني، ما قال لك خلاص احنا حبينا الناس هنا في مصر وخلاص واتجوزنا وخلفنا فخلينا قاعدين في مصر. دي روايه. طبعا لما جينا نعملها بقى للمعالجه كان ليا شويه طلبات في السيناريو يعني من الكاتبه، ان احنا عايزين نقول انت عامله حاجه وحاجه حقيقيه بتقول ان مصر وقفت جنب روسيا من زمان، وانتوا بتقفوا جنبنا من زمان من ايام حرب اكتوبر، حاجات كتير جدا الروس واقفين معانا فيها. فالفيلم انتوا جيتوا اشتغلتوا في مصر، فاكيد قابلتوا حاجات انسانيه، في ناس حبتكم، في ناس ساعدتكم، في ناس ما خلتكوش ان انتوا تحسوا ان انتوا في بلد غريبه عنكم او كده. فكان هنا الدراما ان احنا ايه حاولنا بقى في الفيلم، وده الحمد لله ظهر بعد العرض يعني شفناه في الناس، ان احنا عملنا علاقه ما بين الروس والمصريين، هي موجوده دلوقتي في البحر الاحمر وموجوده في شرم الشيخ وموجوده في اللي بيشتغلوا مع بعض والمتجوزين، عملنا علاقه انسانيه كانهم احنا اسره، احنا اسره مش بلدين. انا بحب مصر، انا بحب مصر، انا نفس الكلام.
دي اخر ترى اسمع كلام من بنتي. عيشت يا باشا. فكان انا بقى كان غرضي من الفيلم يعني ان انا اطلع اعمل التبادل ده، تبادل الحب ما بيننا وبين روسيا، وتبادل الثقافي طبعا اللي انا بنقله بالفيلم. فكان موضوع الفيلم ان احنا في النهايه بننهي الفيلم ان هما كانوا بيسافروا يعني اتطردوا من الفندق، وده برضو حصل الموقف ده بعد ما اتطردوا، فالمشكله حصلت يعني، فهما ماشيين في طريق المطار قالوا احنا مش هنسيب البلد دي، احنا حبينا البلد دي، طب هنعمل ايه؟ خلاص احنا كده ملناش حد هنا، هنعمل ايه؟ فوقفوا في المطار لقوا يافطه مكتوب عليها ابتسم انت في مصر. فبصوا لبعض قالوا احنا مش هنسيب البلد دي، احنا هنرجع. خدوا التيكت قطعوه ورجعوا، ودي قصه حصلت حقيقي وعملناها في الفيلم. رجعوه وقطعوه وجم، قعدوا يعملوا تليفونات 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 بالناس اللي هم كانوا عارفينها، لغايه ما واحد قال لهم طب تعالوا ازاي ان انتوا يحصل لكم ده كله وما تقولوش من الاول، لا تعالوا انا هشغلكم عندي وكده. فاشتغلوا عنده، نجحوا جدا بقى وعملوا فرقه كبيره جدا وكده. ومن هنا بنقول ان الاصرار كان لازم، ان هم خلاص انت قلت انا عايز اعيش في بلد انا بحبها هتكمل فيها هتنجح. ما لو حكيت لك عنها وعن حلاوتها وجمالها هتسيب الدنيا دي عشانها وتجري عليها عشقا فيها، هي بغزلها بفصحى وعمية وبصم بالعشرة وبالمية بموت انا فيها دي الحلوة الفرعونية يا مولاتي رفقا شوية يا عروسة النيل يا مصرية اسمك جوا الحكاية فعلا متحيز لحبيبتي من حقي احبها بطريقتي عشان اسمها مكتوب في بطاقتي وده اكبر اثبات. بدأت الحلم ان انا اعمل عالميا ان شاء الله يعني ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. ففي تجربة يعني هي خلصت كتابة دلوقتي وفي مناقشات عليها يعني. هي ما بيننا وما بين اليونان. تمام؟ فحتى هم بعتوا لنا هو حاجة كده إيه، هي كوميدي يعني الفراعنة. عشا دينا تخش؟ دينا تخشي؟ تفطرت العيش هناك؟ ترجع كده عشان تجيبي حاجة؟ الدكتور بيبص فبيرجع ليه بص عادي فهو شاف حاجه فبيرجع لها تاني بيبص تمام فبخطفه بتقوم بتروح هناك عمد احنا مع بعض تمام بص الدكتور اهو الدكتور بص رايح فين بينده الحوار سمر نعم بتسحر كده ليه في ايه؟ ايه ده؟ سلمت النظر يا حاج ده عيش اللي فوق العيش مفيش حاجة فوق العيش. المخرج المبدع خالد مهران شكل لنفسه هوية جعلته مميزا ومختلفا في عالم الإخراج والإبداع وصناعة النجوم. يلا بروفا طبعا يلا بينا اكشن